طيب هلا حكينا على الفيديو اللي قبل، انا بيكون في عنا سبيرم بتيجي مع الاوفم بيلتقوا بالامبيولا، بصير في عنا الزيجوت. الزيجوت بيمشي بالانبوب الرحم لحديت ما يوصل على الرحم. بالرحم بينعمل له امبلانتيشن على محل اسمه الاندوميتريوم. طيب هلا هيدي البروسيس اللي عم بتصير حكينا عنها. هلا بدنا حكينا كمان قبل قلنا انه بصير في عنا شيء اسمه الموريولا. اول شيء بيكون في عنا الزيجوت، بعدين الزيجوت بينعمل له كليفج. بعد ما ينعمل له كليفج بصير حوالي 16 سنه بسموها الموريولا اللي شكلها مثل التوب. هيدي الموريولا بعدين بصير اسمها بلاستوسايت. هيدي البلاستوسايت بعدين بصير تتالف من انر سلماس ومن غشاء خارج التروفوبلاست. قلنا انه الانر سلماس بينقسم لشغلتين، بصير عندنا بايلامينر ديسك، شيء اسمه الابيبلاست، شيء اسمه الهايبوبلاست. من بعد هالشيء بينقسم لثلاث شغلات. هول ثلاث شغلات عم تشوفوهم هلا. قلنا الابيبلاست بصير ثلاث شغلات، اكتوديرم، هيدا عم تشوفوها اكتو يعني طبقه خارجيه، ميزوديرم، اندوديرم. هلا بس حتى لكم هول شو بيعملوا الاكتوديرم والاندوديرم والميزوديرم، حط لكم الدريفتس تاعينهم بالجسم شو بيعملوا، يعني هول عن شو مسؤولين. هن تقريبا هن هول ثلاثه والنيورال كريستال اللي حنحكي عنها هلا، هن هول بيعملوا كل شيء بالجسم، كل اعضاء الجسم هن اساسهم، يا اكتوديرم يا اندوديرم يا ميزوديرم يا نيورال كريستال. مثلا السنان الانامل مين بيعملوا؟ الانامل بيعملوا الاكتوديرم، الطبقه اللي هون هيدي اللي شايفها فوق الانامل بيعملوا، الدنتين البالب الالفيولر بون البي دي ال كل هيدا مين بيعملوا؟ شيء اسمه اكتوميزنكايم. اوكي اكتوميزنكايم، اكتوميزنكايم شغلتين، اكتو جاي من الاكتوديرم، فايت فيه مين؟ نيورال كريستال، هيداك اسمه اكتوميزنكايم. هلا حنفصلها اكثر يعني رح نحكي عنهم، بس هول كثير مهمين للسنين وللسكال. يعني نيورال كريستال قلنا تقريبا الكرينوفيشال ستراكشرز كلهم هي تقريبا مشاركه بصنعهم. نيورال كريستال انا رح تطلع من الاكتوديرم، رح نفصل هالشيء. بس قبل ما فرجي الدرفتس تاعو الاكتوديرم والاندوديرم والميزوديرم بدي بس فرجي شغله. عندك هون اكتوديرم وعندك ميزوديرم بالنص، في عندك اندوديرم، ثلاث طبقات ملتصقين ببعضهم الا بمحلات. هيدا المحل اللي هون اذا بتشوف اكتوديرم دغري عامل كونتاكت مع الاندوديرم، ما في ميزوديرم هون. هيدا شو هو هالمحل؟ هيدا الاورال كافيتي، بريميتيف اورال كافيتي، يعني الفم الاول بيكون عبارة عن اكتوديرم واندوديرم ملتصقين من بعضهم من دون ميزوديرم بيناتهم. باقي المحلات لا فيها. المحل الثاني اللي ما في ميزوديرم لما بيلتقي الاكتوديرم والاندوديرم هو الفتحة الشرجية او بسموها الكلويكال مامبرين، يعني هيدا مطرح ما بتصير الفتحة الشرجية بعدين لاحقا. اكيد هون عم نحكي هيدا بالمستقبل شو حيصير هالمحل. برجع بعيد، الاورال كافيتي، اكتوديرم دغري عامل كونتاكت مع الاندوديرم. اذا بتشوف هون في مثل تجويف. اوكي هلا كمان رح نشوف الفيديو اكثر. هون ما في ميزوديرم بيناتهم. اوكي طيب هيدي بدنا نركز عليها، هيدي حتسمعها بالمحاضرات. دائما اجمالا بيكون في عندي اكتوديرم ميزوديرم وتحته اندوديرم، الا بالاورال كافيتي وقلنا على الكلويكال ممبرين او مطرح ما بيتكون الشرج بعدين واليوريثرال اوبننج يعني مجرى البول يعني. ما علينا. طيب هلا بس رح نفرجي شوي الصوره، هون رح نفرجي الفيديو. هيدا الاكتوديرم الاندوديرم والميزوديرم، هيدا هون عم بيقول لك هو الاكتو، هيدا الاندو تحت، الميزوديرم بالنص. هيدي اسمها الفتحه اللي مطرح ما بيرتقي فيها التم الاول، بسموها اوروفارينجيال ممبرين، اوروفارينجيال ممبرين. اوكي هيدا التجويف اللي شايفه هون بسموه الاوروفارينجيال ممبرين، هيدا بعدين اللي حيصير التم يعني رح يصير الماوث كافيتي. هيدي الكلويكال مامبرين مطرح الفتحه الشرجيه. اذا بتشوف هون الاكتوديرم نازل والاندوديرم طالع لفوق، بيلتقوا من دون ميزوديرم. هيدا الاندو هون بالاصفر، الميزو اكتو طبقة خارجية، ميزو بالنص، اندو طبقة من تحت. شايفين هون ما في ميزوديرم، دغري الاكتوديرم والاندوديرم عم يلتقوا ببعضهم، حيعملوا شيء اسمه اوروفارينجيال ممبرين مطرح التقائهم سوا.
هلا انا رح فرجي سلايد يقول لك شو هن الديريفاتيفز اوف اكتوديرم الاندوديرم والميزوديرم بس حتى تعرف شو بيعملوا يعني. طيب انا هون رح احكي لك شوي على الديريفاتيف تاعول الاكتوديرم والاندوديرم يعني هول شو بيتفرع منهم شو بيطلع منهم. بيقول لك هون الاكتوديرم بيعطي نيورو اكتوديرم رح نحكي عنه بعد شوي والنيورال كراست سيلز. طيب اذا رح ننزل لتحت شو بيعمل الاكتوديرم؟ سكن الجلد الهير الشعر الانامل اوف ذا تيث نحن اللي بيهمنا الانامل اللي بينعمل بالسنان الاورال ابيثيليوم بتتم لبس تشيكس الجامز كله هذا بيطلع من الاكتوديرم. باقي الشغلات مش بسنان العين الابيثيليوم كونجكتيفا الى اخره الاكزوكراين جلاندز نيورو اكتوديرم شو بيعطيك؟ الجهاز العصبي سنترال نيرفس سيستم اوكي سنترال نيرفس سيستم بيعملوا نيورو اكتوديرم الريتينا العيون الريتينا تاعت العين الاوبتيك نيرف كله هول شغل نيورو اكتوديرم. اكيد نيورو اكتوديرم يعني لما حيتجمع هو بالميزوديرم والاكتوديرم والاندوديرم حيعطيني كتير شغل بالفيس اشياء بالفيس. نيورال كراست سيلز شو ما بتعطيك كرينيال نيرفز بتعطيك اودونتوبلاست هول اللي بيعملوا الدنتين فارنجيال ارش كارتليج هول اللي حنحكي عنهم الفارنجيال ارشز هول الفارنجيال ارشز الفارنجيال ارش بيعمل الماكزيلا وبيعمل الماندبل وبيعمل بارت منهم بيعمل الهايويد. لا احنا نحكي عنهم يعني الاكتوديرم ابيديرمس اي انامل اوف تيث الى اخره الميزوديرم بيعطي ماسلز تندنز بونز الى اخره يعني كاردياك ماسلز تاعول الهارت الى اخره هول كل شيء بيتفرع منهم يعني هول كل شيء بيتفرع منه الاندوديرم كل شيء جواني بالداخل التونسلز اللانج الاير من جوا الميدل اير الى اخره هول اجمالا تفرعات الاكتوديرم اندوديرم والميزوديرم ان هول كل شيء اعضاء الجسم بيتكون منهم بالاضافه للنيورال كراست سيلز. طيب هلا في صوره بفرجوها للجنين بتلاقوه ببطن امه بتلاقوه عامل فولد مثل يعني عامل مثل منثنه او مطوه اذا بتشوفوا شكله تقريبا بيجي بيقعد بالرحم مثل شكل السي تقريبا. طيب هلا اذا بنطلع هون على بالفيديو بنشوف انه هيدا الامبريونيك ديسك هون شكله مش شكله جارس يعني شكله مش مثل هون شكله مش مثل هيدا مش هيك فبده يعمل شيء بسموه الفولدينج هيدا بده ينثنى كله سوا حتى يعمل ريزامبل لشكل الطفل لحتى يصير شكل الجنين اللي بنشوفه نحن هيدا رح تعمل فولدينج بالترانسفيرس ورح تعمل الترانسفيرس فولدينج بالانتيريو بوستيريو هيدا اسمه الفولد الثاني عم يطوى ولا بعد رح يطوى طويه ثانيه الاكتوديرم والاندوديرم والميزوديرم بيصيروا كلهم مع بعضهم مجموعين اوكي وهلا تقريبا صار عندي شكل مثل هيدا شايفين كيف صار الاكتوديرم والاندوديرم بيعملوا فولدينج هو على بعضهم بيصير عندي شكل مثل شكل الجنين اكيد الاكتوديرم والاندوديرم والميزوديرم صاروا متسقين ببعضهم يعني بنشوف تقريبا هيدا صار مثل شكل هون تقريبا يعني اوكي صار تقريبا شكله مثل السي هلا هون عم بيقول لك اذا انا باخد مثل مقطع هيدا اكيد اللي برا هو الاكتوديرم اللي جوا اكيد لانه انطوى حيصير ميزوديرم ومن جوا عندي اكيد الاندوديرم فصار كله ملتصق ببعضه اكتوديرم اندوديرم وميزوديرم اكتو ميزو اندو ما نضيع فيهم. طيب هلا هون هلا حيفرجيك لقيت طبقة الاكتو طبقة الميزو وتحت الاندو هلا رح يشوفها من الجانب اذا بتطلع انت بالجانب وين كان رح اقول لك وين كان الاورال كافيتي البريمتيف اورال كافيتي او الاوروفارينجال ممبرين الاوروفارينجال ممبرين انثنت صار في عنا لما انثنى كل الامبريو كله عامل فولدينج هون هلا رح نشوف هيدا اكيد الاكتو من برا الميزو من جوا الاندو من جوا هيدا هون شايفين هيدي الفتحه اللي هون هيدي ال الاوروفارينجال ممبرين هيدي مطرح ما حيصير في الماوث يعمل فورميشن مثل ما قلنا هون في عنا اندو واكتو ما في ميزو بقى
بيناتهم. هذه بدنا نتذكرها يعني. هون انا ما عندي اكتو وميزو. عندي دغري اكتو واندو عاملين كونتاكت. بهالمحل مطرح ما حيتكون الفم. المحل الثاني اكيد محل الفتحة الشرجية ما قلنا فيها. هلا بيقول لك هون الامبريو بكفي عم يعمل فولدينج يعني. بكفي عم ينثنى. هلا صار هلا اشبه بكثير بهالشكل يعني. اوكي. فهيدا الفولدينج بكفي لحديت ما يصير ياخد هالشكل الامبريو. هلا هون اكيد في عندي الاكتو الميزو والاندو. هلا انا قلت لكم بيطلع من الاكتوديرم شيء اسمه اذا بدكم النيورال تيوب. هيدا اللي بيعمل بعدين الجهاز العصبي المركزي السنترال نيرفس سيستم بيطلع من الاكتوديرم. هلا رح تشوف هون رح يرسم لك ايه. هيدا حيطلع من الاكتوديرم الجهاز العصبي. هيدا كمان الجهاز هيدا النيورال تيوب. هيدا كمان رح يطلع منه النيورال كراست سيلز. رح نشوف هلا هول قلنا النيورال كراست سيلز اللي هن كثير مهمين بالفورميشن اوف ذا فيس. طيب هون بيقول لك بثالث اسبوع انترايوتراين يعني داخل بطن الرحم حيصير فورميشن للنيورال تيوب. اوكي. هذا النيورال تيوب اللي قلنا مسؤول عن السنترال نيرفس سيستم. هذا اللي بيعطينا الجهاز العصبي المركزي. وهذا كمان قلنا النيورال كراست منه. هلا هذا البارت من النيورال من النيرفس سنترال نيرفس سيستم. هذا البارت حيعمل اكسبانجن حيتضخم حيعمل شيء اسمه بروميننس او سوالينج. هيدي السوالينج رح تساعد الاكتوديرم والاندوديرم اللي كان موجود يطلع لبرا. حيعمل شيء اسمه فرونتونيزال بروميننس. هذا الفرونتونيزال بروميننس هذا الفرونتونيزال بروميننس اللي حنشوفه هلا رح خلي الفيديو يلعب. شايفين هيدا اللي هون هيدا البارت اللي هون اللي عم يعمل سوالينج عم ياخذ الاكتوديرم والاندوديرم لبرا. هو هذا اللي عم يعمل سوالينج هو بسموه الفور برين. هيدا مقدمة الدماغ. هيدا بيعمل سوالينج بهالفترة. فلما هو بيعمل سوالينج بياخد الاكتوديرم والاندوديرم لبرا. لما بياخدهم لبرا حيعمل سوالينج. رح تشوفوه هيدي السوالينج. شايفين كيف عم يتضخم الاكتوديرم والاندوديرم. طيب هيدي السوالينج اللي هون اسمها فرونتونيزال بروميننس. هيدي فرونتونيزال بروميننس بعدين شو حتعطيني هيدي فرونتونيزال بروميننس؟ هيدي اكيد بطبيعة الحال جزء من الجبين فرونتال بون. رح تعطيني جزء من الانف النوز اسمه فرونتونيزل. حتعطيني الفلتروم اللي حنحكي عنه. حتعطيني شيء اسمه البرايمري باليت كمان رح نحكي عنه يعني. هيدي كثير مهمه ذا ديفلوبمنت اوف ذا فيس الفرونتونيزل بروميننس. اجمالا اللي بكون الفيس هن خمسه بروميننسز. الفرونتونيزل بروميننس هي وحده. في عندي اثنين اسمهم الماكزيلري بروسيس واثنين المانديبلر بروسيس. هن هول اجمالا اللي بكونوا الفيس. وبيناتهم في شيء بيناتهم في ستوموديوم تجويف الفم الاولي. اوكي. طيب بعيد الفرونتونيزال بروسس كيف تتكون؟ بيصير في سويلينج او بلج. سويلينج مش شيء غلط. بلج شيء مدفوع للامام بالفور برين. اوكي. بسميه لك اياه بالمحاضره بروزنسيفالون. رح اجيب لك اياه محاضره بغداد بسميه لك اياه بروزنسيفالون او في شيء محل اسمه فرونتال بروميننس. هلا ارجع احكي عنه بعدين. بس هذا اللي عم تشوفه هون هيدا الانتفاخ هو عم بيسبب لي الفرونتونيزال بروميننس يعني اللي هو هيدا بهالصوره. اوكي. طيب هيدا الانتفاخ قلنا نتيجه الفور برين بيعمل انتفاخ بياخذ لي الفرونتونيزال بروميننس. وقلنا شو بيعمل الفرونتونيزال بروميننس. طيب رح ارجع انا اكرر. بيصير في عندك هيدي شو انا بغلطك فيها بالامتحان. اللي عم يعمل السوالينج هو الفور برين. لما الفور برين بيعمل سوالينج حياخذ الاكتوديرم لبرا معه حيكمل لي الفرونتونيزال بروميننس. اوكي. هيدي ما تنساها. مش البلش بتصير بالفرونتونيزال بروميننس. لما الفور برين اللي هو هيدا اللي هون مقدمه الدماغ بيعمل اكسبانجن بيطلع لبرا او بيعمل لي الفرونتونيزال بروميننس. هن بتكون هي بس في عندي اكتوديرم. هيدي ما نضيح فيها هالفكره يعني. صار في عندي هون بلش بالاكتوديرم طلع لي الفرونتونيزال بروميننس. هذا اللي هو هون اللي عم بيقول لك عنه اسمه الفرونتونيزال بروميننس. وقلنا هذا اللي بيعمل الفورهيد والبريدج اوف ذا نوز والتيب اوف ذا نوز والبرايمري باليت. هون عم بيأشر عليها. هذا هو الفرونتونيزال بروميننس.
هلا هيدا هون النيورال كيوب عم بيقول لك هون قلنا بده يطلع منه نيورال كراست سيلز، قلنا نيورال كراست سيلز هني هول كثير امبورتنت لانه بيعملوا موست كرينوفيشال ستراكشرز، هي مشاركه بالديفلوبمنت تاعيتهم. فهيدا رح يطلع النيورال كراست سيلز من بارت من النيورال كيوب، رح نشوف كمان فيديو يعني. طيب كيف بيتكون النيورال كيوب؟ قلنا بيصير في ثيكنينج على الاكتوديرم، هون بيصير في شويه سماكه زايده، محل معين بالاكتوديرم بيطلع فيه بالعالي شوي لفوق، بيصير في ثيكنينج، بيصير سميك. هيدا الثيكنينج اللي هون هيدا اللي حتشوفوه هيدا بسموه نيورو اكتوديرم، هيدا اللي عم تشوفوه هيدا المرة على الماوس اسمه نيورو اكتوديرم، الباقي كله بسموه الاكتوديرم الباقي، هيدا نيورو اكتوديرم. هلا هيدا النيورال بليت طبق، بيكون طبق. إذا بتشوفوا هيدا هون بالبيربل ركزوا منيح عليهم. كيفكم تتخيلوا؟ هلا رح تشوفوا الصورة، رح أقول لكم ارجع كيفكم شو حتشوفوا. شايفين شو عم بيصير هون؟ طيب شو صار هون؟ أنت هون لما حطيت تقل صار في عندك ثيكنينج هون، شو صار فيه؟ صار فيه ما عندك مثل خسفة، أوكي؟ انخسف هيدا السيرفس اللي هون، أنت حتى تتخيلها. إذا في بإيدك طابة حديد حطيت هالطابة الحديد بقلب شرشف ورفعت الشرشف، لحتلاقي شكل الشرشف صار مثل الطابة، صار فيه خسفة. فيك تشبهها هيدي هون بهالشي. انت لما حطيت اكتوديرم زيادة صار في عندك ثيكنينج، صار هيدا المحل اللي هون صار فيه مثل خسفة، صار فيه تقل انخسف، اوكي؟ هيدا اللي عم تشوفه هون، رح ارجع عيد شوية، هيدا اللي عم تشوفه بالبيربل هون وعلى الميل الثانية، وين كان فوق؟ ركز وين هلا رح يصير. سوري رح ارجع اوقف. هيدا البارت اللي هون البيربل، اوكي؟ هيدا كله اكتوديرم. هيدا البارت البيربل اللي حيصير بعدين اسمه نيورال كراست سيل. ليش نيورال؟ اطلع وين عم يمشي هيدا. باعلى محل، اعلى محل الكراست هو القمة الذروة، نيورال كراست سيل. هيدا هالبارت رح يعمل ديتاشمنت من هيدي، رح ينفصل عنها، رح يعمل او ديلامينيشن، رح ينفصل عنها. هيدا اللي عم تشوفوه هون اسمه هيدا نيورال جروف، شكله مثل الجروف. هيدا البارت فولد طوية، هيدا كله نيورال جروف. هيدا نيورال جروف بعدين حيصير شيء اسمه نيورال كيوب، حيصير انبوب. هيدا الجروف اللي كان هون رح يصير تيوب. لما بيصير تيوب لهول رح يعملوا ديتاشمنت. نيورال كراست اللي كانوا هون حيعملوا ديتاشمنت، عملوا ديتاشمنت. شايفين من صار البيربل؟ ها صار عندي نيورال كيوب، صار شكله مثل الانبوب. هول النيورال كراست بيعملوا مايجريشن، بيهاجروا، بيروحوا على محلات على محلات ابعد من النقطه اللي هن فيها، اوكي؟ هيدا النيورال كيوب واللي فوق نيورال كراست. هيدا اللي كانوا هون، هالسيلز اللي كانوا هون حيصيروا نيورال كراست سيلز، واكيد رح يعملوا بعدين مايجريشن. هذا السيرفس اكتر، هذا نيورال كراست سيل، رح يعملوا مايجريشنز لعده محلات بالجسم. هون الفورث ثي هو اسمه نيورال كراست سيلز، بسميها هذا هون نيورال كراست، بقول لك ذا فورث ثير اوف ذا امبريو، اكتو اندو ميزو. في عالم بيعتبروها هي كمان فورث ثير اوف ذا امبريو، ان هيدي ان كثير مهمه بالفورميشن اوف ذا كرينوفيشال ستراكشرز نيورال كراست سيل. هيدا اللي عم يطلع من هون النيورال كراست سيلز اللي بيطلع من النيورال تيوب، ان هل حيعملوا مايجريشن؟ طيب حيعملوا مايجريشن لوين اكثر شيء؟ على هذا النك ريجن. النيورال كراست لما بتعمل مايجريشن في عندها غير محلات، او بتروح على الكاردياك على القلب، عندها محلات تانية بتروح لها، بس الهيد اند نك ريجن منطقة كثير مشهورة تروح عليها النيورال كراست. النيورال كراست اللي حتيجي من هون من هالبارت هيدا حتروح على الهيد اند نك ريجن. يعني أنا عم بحكي على الهيد اند نك ريجن، أكيد على الهيد اند نك ريجن المستقبلي. هون أكيد مثل ما شايفين في عنا يعني ما في شيء بعد لهد ولا نك يعني، بس إنه أنا عم بحكي شيء مستقبليا يعني هو حيروحوا على هالمحل بعدين حيصير هيد اند نك يعني. طيب قلنا هيدا البارت الفور برين اللي عمل اكسبانجن واللي عمل لي الفرونتو نيزل برومينس. هلا رح يطلع هون من البرين كمان بارت من النيورال كراست سيل، رح يطلع حيبلشوا يعملوا مايجريشن. هول عم بيقول لك نيورال كراست سيل شو عم يعملوا، عم بلشوا يعملوا مايجريشن.
اكيد على هذا النك ريجن اكثر شيء. طيب هون اللي حيعمل عم نشوف بالفيديو كيف هلا النيورال كراست سيلز حتعمل مايجريشن توورد هذا النك ريجن، حتعمل شيء اسمه الفارينجيال ارش. طيب اسمه الفارينجيال ارشز اور برينكيال ارشز ذات المعنى. فاذا هلا رح نشوف كيف النيورال كراست سيلز رح تختلط هي والميزوديرم لحتى تعطيني شيء اسمه الفارينجيال ارش. مش بس مع الميزوديرم، الفارينجيال ارشز بيتكونوا من اكتوديرم، بيتكونوا من اندوديرم، بيتكونوا من ميزوديرم، من نيورال كراست سيلز. هذا بسموه فارينجيال ارشز او فارينجيال اباراتس. هن بس تقلك شو هن الفارينجيال ارشز، هن عددهم بيكونوا اول شيء ستة برينكيال ارشز. 1 2 3 4 5 6. طيب رقم خمسة منهم هيدا اخونا، رقم خمسة اللي هون هيدا عند البشر بيعمل يا اصلا ما بيكون موجود، يعني مش موجود، او بيكون بيتواجد لفترة صغيرة وبعدين بيختفي. فهيدا الخمسة لا يعتبر، بيقلك في 1 2 3 4 و6 من الفارينجيال ارش. مثل ما قلنا الخمسة مش محسوب. طيب الاربعة والستة كمان شو بيقول لك بيعملوا؟ هو الاربعة والستة، الاربعة والستة هو بيقول لك بيعملوا ميرج، كأنه بيصيروا شيء واحد، يعني كأنه صار في عندي بالتوتال 1 2 3 و4 و6 مجموعين مع بعض. فإذا الحصيلة النهائية إذا بدك أربعة فارينجيال ارشز، هن بالأساس ستة، الخامسة بيكون روديمنتري أو بيكون يعني بيعمل فورميشن ودغري بيختفي، الأربعة والستة بينجمعوا مع بعضهم، فموستلي بالتوتال بيطلع أربعة، يعني عرفت شو المحصلة النهائية. طيب الأول والثاني، الأول شو اسمه؟ الأول ارش اسمه المانديبولار ارش، مانديبولار ارش. الثاني اسمه الهيويد ارش، بيعمل عظمة الهيويد يعني. طيب هيدا الأول ارش اسمه مانديبولار ارش، عن مين يا ترى بيعمل؟ من اسمه أكيد بده يعمل المانديبل، مش بس المانديبل بيعمل كمان المكزيلا. أوكي طيب، فإذا المانديبولار ارش يلي هو الفيرست ارش، فيرست فارينجيال ارش، حكينا عددهم هن بالأساس ستة، في واحد خامس بيكون لما بيعمل فورميشن بيكون لفترة صغيرة أو بيكون من الأساس مش موجود، وقلنا الأربعة والستة أوقات بيجيبهم مع بعضهم، فبيطلع آخر شيء عندي أربعة. الأول اسمه المانديبولار ارش، الثاني اسمه الهايويد، الثالث والرابع ما لهم أسامي، والسادس ما يعني مش مسميينه اسم معين. طيب مش بس هيك، تقلك كل ارش من هول من الفارينجيال ارشز شو بيكون معه؟ بيكون معه كارتليج ونيرف وارتري. معه كارتليج نيرف وارتري. طيب الفيرست مانديبولار ارش الكارتليج تاعه اسمه ميكلز كارتليج، هيدا رح تدرسه بالمحاضرة، اسمه ميكلز كارتليج. النيرف تاعه مين هو؟ الترايجيمينال نيرف، الفيفث كرانيال نيرف، الفيفث كرانيال نيرف او الترايجيمينال، ترايجيمينال نيرف. الارتري هو المكزيري ارتري بالإضافة للإكسترنال كاروتيد. راح أكتب طيب الفيرست مانديبولار ارش بيعطي بعد شيء، بيعطي المسلز اوف ماستيكيشن. المسلز اوف ماستيكيشن مين بيعملهم؟ الفيرست مانديبولار ارش. طيب السكند مانديبولار ارش شو بيعمل؟ السكند مانديبولار ارش الكارتليج تاعته اسمه رايخارتس كارتليج، اللي
اللي بيغذيه هو السيفنث كرانيال نيرف او الفيشل نيرف، يعني النيرف اللي بيطلع منه السيفنث كرانيال نيرف او الفيشل نيرف. في عنده عدة ارتريز بيغذوه، يعني واحد منه هو اسندنج فارنجيال ارتري. طيب هيدا اخونا شو بيعطي السكند مانديبل ارش؟ بيعطي المسلز اوف فيشل اكسبريشن، يعني المسلز اوف ذا فيس بيعمل المسلز اوف ذا فيس. عفوا انا سميته سكند مانديبل، مش سكند مانديبل، اسمه سكند فارنجيال ارش. والسكند فارنجيال ارش شو اسمه؟ اسمه الهايويد ارش. طيب انا هلا قلت لك هون شو بيعمل الفرنجيال ارش، هلا راح اخذك على الفيديو فرجيك كيف النيورال تيست بتعمل مايجريشن، كيف بتبلش من النيورال كيوب بتعمل مايجريشن. طيب بس قبل ما فرجيك المايجريشن، الفرنجيال ارش، الفرنجيال ارش الزهوري بيبينوا كيف بيبينوا، بيسمون ميزوديرمال او باوتشينكس. يعني اوت باوتشينج بمعنى نتوء. هلا رح اشوفها كمان بالفيديو يعني، بس هلا رح انتقل للفيديو ونحكي عنهم يعني. طيب هلا رح تعمل نيورال كراست مايجريشن من النيورال تيوب لحديد الهيد اند نك ريجن. اكيد عم بحكي هون مستقبليا ولا حيصير يعني. هيدا هون مثل ما شايف في عندك هيدا اللي هون اخونا الاكتوديرم، في عندك هيدا هون الاخضر الميزوديرم. رح تشوف انه لما النيورال كراست سيلز بيعملوا مايجريشن هذا حيصير في عندي هون الميزوديرم حيطلع لبرا، حيصير في عنده نتوء، اوكي اوت باوتشينج بسموه. هون هون عم يرسم لك اياه هيدا الخط اللي هون رح يعمل نتوء لما حتعمل مايجريشن. هيدا اللي بيعمل الفورميشن للفارنجيال ارشز. هلا هون هيدا عم ياخذ مقطع، بده ياخذ لك مقطع كروس سكشن تشرحها بطريقه اوضح يعني. اخذ المقطع هلا. طيب هون عم يعرض لك ستراكشرز. هيدا التيوب نيورال تيوب، هيدا اللي هون هو نيورال كراست سيلز، هيدا بالاخضر هون الميزوديرم، وبرا اكيد الاكتوديرم يعني بالكروس سكشن اللي عم ياخده، وهذا هون هو الاندوديرم بالاصفر اللي كان هون اخذ مقطع فيه. طيب هلا هو الشباب اللي كانوا هون النيورال كراست سيلز رح يعملوا مايجريشن، بيقول لك انتيريوري وفنترال، يعني فنترو لاترالي لقدام وعلى الجوانب رح يعملوا مايجريشن، وحيصير في عندي هالاوت باوتشينج رح يعملوا مايجريشن لهون. النيورال كراست سيل مثل ما قلنا انه حيعملوا مايجريشن لقدام، ولما حيعملوا مايجريشن لقدام حيصير في عندي هالاوت باوتشينجز اللي هون. هيدا الميزوديرم بالاخضر اللي حيصير بارز لبرا، يعني هو رسم لك اياه حيصير بارز لبرا، وهيدا حيصير بارز لبرا. هيدا اللي بيشكل الفارنجيال ارش. لما النيورال كراست بيفوتوا بهالمحل بدهم سبيس، هيدا سبيس بياخدوه بيدشوا الميزوديرم لبرا. هلا هون حيشرح، هلا عم بيقول لك هلا هو الميزوديرم كمان انواع، في الباراكسيال ميزوديرم، في الانترميديت ميزوديرم، في اللاترال بليت ميزوديرم. كمان الميزوديرم مقصه مش انه شيء واحد الميزوديرم، اوكي. فهلا هو حياخذ لك الميزوديرم يفرجيك اياهم كروس سكشنز. هلا انت هذا مش مطلوب منك يعني تعرف من شو معمول الميزوديرم، بس اعرفها هيك كمعلومات عامه يعني، اكيد مش مطلوب منك. انا بدي اياك تفهم بس لبعدين بالمحاضره شو القصه يعني، شو اللي عم بيصير يعني.